نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله به الغمة فجزاه الله خير ما جزى نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله تعالى في الحديث الصحيح تقول أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها لنبينا صلى الله عليه وسلم أرأيت يا رسول الله إن علمت أي ليلة ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال لها المصطفى صلى الله عليه وسلم قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني فقط اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني وإذا كنا نحن في أيام العشر الأواخر من رمضان وفيها إن شاء الله ليلة القدر هذه الليلة بكل ما فيها من الخير يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا نقول فيها حينما تكون ليلة القدر اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني اللفظة واحدة وتكررت بصيغ مختلفة اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني ما هو السر في هذه اللفظة؟ إن من أسماء الله سبحانه وتعالى العفو والعفو له معان كثيرة العفو مأخوذ كما يقول أهل اللغة العفو مأخوذ من المحو والإزالة المحو والإزالة محوت الشيء وأزلت أثره أي لم يبقى له أثرا وقيل أن المحو هو الطمس أي لم يعد هناك أثر للشيء طمس معالم الشيء أي أنني أزلت كل آثار لهذا الشيء واصطلاحا يقول ابن الأثير أن العفو هو ترك العقوبة أن العفو هو ترك العقوبة
مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَيْهَا مَعَ مَا يَسْتَحِقُّهُ الْمُذْنِبُ مِنَ الْعُقُوبَةِ وَالتَّوْبِيخِ. العفو في الاصطلاح هو ترك العقوبة، هذا الترك مع القدرة عليها، وترك ما يستحقه المذنب. وأنا وأنت المذنبون، وأنا وأنت أصحاب المعاصي، ترك ما يستحقه المذنب من العقوبة والتوبيخ. حينما ينظر المؤمن لهذا الاسم، حينما يتدبر الواحد منا هذا الاسم، يرى بوادر الرحمة تلوح له في الآفاق، تشرق شمس المغفرة في قلبه. ولم لا؟ والله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم، هو الودود، هو الذي يتودد إلى عباده بالتوبة، يطلب منهم أن يتوبوا إليه. وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله جميعا، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. يا ابن آدم، كما يقول في الحديث القدسي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو آتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لاقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها، أي بعدد حبات رمل الأرض لأتيتك بقرابها مغفرة. أي رحمة هذه؟ أي عفو هذا؟ إنه هو العفو الغفور. العفو ورد في القرآن بلفظ العفو 5 مرات، بل في آية تبعث على الأمل والرحمة والرجاء والطمع فيما عند الله سبحانه وتعالى، أن الله جل جلاله لا يعاقبنا بكل ذنوبنا، بل إنه يعاقبنا في الدنيا ببعض ذنوبنا ويعفو عن كثير، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعفو عن كثير من الزلات والذنوب والآثام والمعاصي. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ولكن الله سبحانه وتعالى هو العفو الغفور، هو العفو الغفور الرحيم الذي يحاول أن يفتح لنا أبواب الرحمة والمغفرة كي نتقرب إلى الله، كي لا يكون هناك حائل بيننا وبين الله، كما يقول الله عن رسوله صلى الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها، أي حتى تقوم الساعة. أي رحمة هذه؟ أي عفو هذا الذي يدعونا إلى أن نقبل على الله سبحانه وتعالى في هذه الأيام الطيبة المباركة، ولا نخرج منها إلا بعد أن يكون الله سبحانه وتعالى قد غفر لنا الذنوب وستر علينا العيوب وتقبلنا في رحمته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا جميعا من أهل رحمته. العفو، العفو حينما يفكر الإنسان فيه يرى أن العفو نعمة كبرى من الله سبحانه وتعالى، نعمة جليلة أنعم الله بها علينا في الدنيا، أنه يعفو عنا، وأنه يصفح عنا، وأنه يغفر لنا. وفرق بين العفو وبين الصفح وبين المغفرة. العفو هو ترك العقوبة مع القدرة عليها، مع ترك ما يستحقه المذنب من العقوبة والتوبيخ. أما الصفح فهو الإعراض عن المذنب وترك توبيخه.
أما الغفران أو المغفرة هو ستر الذنب. ستر الذنب. يا ترى لو كشف الله سبحانه وتعالى الحجاب عن أعمالنا لبعضنا البعض، عن أعمالنا لبعضنا البعض، وأصبح كل واحد منا يرى ذنوب أخيه المسلم، كيف يكون حالنا مع بعضنا؟ كيف ننظر إلى بعضنا؟ كيف نتعامل مع بعضنا ونحن قد اطلعنا على الخفايا من الذنوب والمعاصي التي فعلها الإنسان في السر والعلانية؟ إنها من رحمة الله سبحانه وتعالى أن غفر لنا الذنوب وستر علينا العيوب. وإني لشر الناس إن لم تعف عني، يظن الناس بي خيرا وإني لشر الناس إن لم تعف عني. فرق بين العفو وبين المغفرة وبين الصفح وبين المغفرة. ويقول الإمام ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى هو العفو. أرجو من الإخوان أن يقتربوا حتى يتسع المسجد لإخواننا، في فراغ في المسجد. من رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده أنه عرفه نعمه، وعرفه أنه لا نجاة لهذا العبد في الآخرة إلا بعفو الله ورحمته. لا نجاة للعبد في الآخرة إلا بعفو الله سبحانه وتعالى ورحمته. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عنه ربنا جل جلاله إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يقول كما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وابن ماجه، يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله، لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بعفو منه ورحمة، إلا أن يتغمد الله رسوله بالرحمة. انظر، انظر كي تعلم ما نحن فيه وما نحن عليه من خطر عظيم وما ينتظرنا من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولكن بشرط يتحقق هذا التعريف، أي يتحقق محو أثر الذنب وما نستحقه نحن من العقوبة والتوبيخ إن أتينا بكل ما يوجب العفو من الله سبحانه وتعالى. إن أتينا بالتوبة بتمامها وشروطها وأركانها، إن أقبلنا على الله بقلوبنا، إن أقبلنا على الله بنية صادقة خالصة لله سبحانه وتعالى، إن أقبلنا على الله جل جلاله بتضرع وانكسار وذل للعزيز الغفار سبحانه سبحانه. ومن الذي يغفر الذنوب إلا الله؟ ومن الذي يستر العيوب إلا الله؟ ومن الذي يعفو عن السيئات إلا الله؟ ومن بيده ملكوت السماوات والأرض وهو يجير ولا يجار عليه؟ هو الله سبحانه سبحانه. إن أتينا بما يوجب العفو من الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة من الملك جل جلاله أنه يعفو عن سيئاتنا ويعفو عن ذنوبنا ويغفر لنا ويرحمنا. حينما نتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقرب إلى الله جل جلاله ويطلب منه أن يعفو عنه ويطلب منه أن يغفر له،
وكما نعلم جميعا كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه وتقول له أم المؤمنين خفف عن نفسك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر يقول أفلا أكون عبدا شكورا وحياة النبي صلى الله عليه وسلم مليئة بالعفو وهل هناك عفو أعظم من أنه عفى عن الذين آذوه وطردوه من أحب البلاد إلى قلبه ماذا فعل؟ ماذا فعل يوم أن فتح مكة وأصبح قادرا عليهم جميعا قال لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء يوسف عليه السلام ماذا فعل مع إخوته؟ قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم أبو بكر رضي الله عنه لما منع النفقة عن مصطح بعدما خاض مع من خاضوا في حديث الإفك لما نزل قول الله سبحانه وتعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم ونزلت فيه هذه الآية قال بلى بل أحب أن يغفر الله لي وأعاد النفقة عليه مرة أخرى الأمثلة كثيرة لا يتسع المقام لسردها ولكن هذا شيء يسير قليل من نماذج العفو لو ظللت أتحدث معكم عن نماذج العفو وصور العفو وفضل العفو ما انتهينا من خطبة الجمعة والله ولم تكفنا خطبة واحدة صور العفو كثيرة والدعوة إلى العفو من الله سبحانه وتعالى جليلة حينما يتذكر العبد لحظة وقوفه بين يدي ربه ومولاه كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح يدنى المؤمن من ربه فيضع عليه رب العزة سبحانه وتعالى كنفه أي الستر والرحمة ويذكر الله سبحانه وتعالى العبد بذنوبه ويقول عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا فيقر العبد بذنوبه ويقول أي رب أعرف فيقول الله جل جلاله سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم جميعا إنه ولي ذلك ومولاه الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أحبتي في الله تعالى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا دائما أن نسأل الله جل جلاله بأن يعفو عنا بل كان يقول كما في أذكار الصباح والمساء وكان يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك اللهم إني أسألك العافية اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم حينما كان يصلي على ميت كان يدعو في دعائه في صلاة الجنازة اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم أكرم نزله اللهم وسع مدخله اللهم اعف عنه اللهم اعف عنه يدعو للميت بل كان يدعو لأهل القبور حينما كان يدخل إلى القبور ويسلم عليهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين إلى آخر الحديث يقول نسأل الله لنا ولكم العافية نسأل الله لنا ولكم العافية حتى الموتى
يدعو لهم المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعلمنا أن ندعو بهذه الدعوات لقيمة العفو الغالية. والله 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 لو لم يعف عنا الملك لهلكنا لضعنا. أسأل الله جل جلاله أن يعفو عنا جميعا وأن يجعلني وإياكم من أهل العفو ومن أهل المغفرة وأن يرزقني وإياكم قيام ليلة القدر وأن يجعلني وإياكم من الذين تقبلهم في رحمته. اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ونسألك تمام العافية ونسألك الشكر على العافية. اللهم عافنا في أسماعنا وعافنا في أبصارنا وعافنا في أبداننا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تجعل الصيام والقرآن يشفعان لنا يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم شفع فينا الصيام والقرآن. اللهم تقبل منا صيامنا وتقبل منا قيامنا وتقبل منا طاعتنا وعلى طاعتك يا رب أعنا. أخرجنا من رمضان وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب. اللهم تقبلنا في رمضان وتجاوز عنا واجعلنا من أهل رمضان واجعلنا ممن قبلتهم ورحمتهم في رمضان يا رب العالمين. اللهم اكتبنا من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم أخرجنا من رمضان وقد أعتقت رقابنا من النيران يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا ويسرتها بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر إخوة إخواننا المستضعفين في كل أرض ومكان يا رب العالمين. انصر إخواننا المستضعفين في كل أرض ومكان يا رب العالمين. انصر إخواننا الذين يقتلون ويذبحون في كل أرض وكل مكان يا رب العالمين. اللهم عليك بكل من يحارب الإسلام والمسلمين وعليك بكل من يدمر بيوتك يا رب العالمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم عليك بالظالمين يا رب العالمين. اللهم أهلكهم يا رب العالمين. اللهم دمرهم يا رب العالمين. اللهم اجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين وانصرنا عليهم يا أرحم الراحمين وأعنا عليهم يا رب العالمين. انصر الإسلام وعز المسلمين وارفع بفضلك كلمتي الحق والدين وانصرنا اللهم على أعدائك أعداء الدين وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم ارضى عنا يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. وتوفنا وأنت راض عنا يا رب العالمين. آمين آمين آمين. إخوتي الكرام، أود أن أذكركم بأن لا تنسوا أن تخرجوا زكاة الفطر لأن الوقت قد حان وينبغي أن يكون هناك وقت حتى تصل هذه